استاذ عدي، يعني بعيدا عن العاطفه، نحن يعني لا نتمنى عوده داعش الارهابي حتى لا يؤخذ او يحور هذا الكلام، بالتالي كل اقاربنا بالمؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه لا نتمنى عوده داعش الارهابي، هذه نقطه راس سطر. لا لا لن يعود، لن يعود داعش. استاذ سعد هذا الوقت يا عزيز حتى لا تقولني، يا عزيز حتى لا تقولني، اقول اذا انسحبت القوات الامريكيه ونحن في هذا الحال القوات العسكريه لا يوجد دفاع جوي، لا توجد لا جيش، جيشك بحاجه، جيشك بحاجه، جيشك بحاجه. استاذ عدي، استاذ عدي حتى بس هاي حتى بس اتحدث بواقعيه. العراق نعم هناك مديونيه على العراق، ولماذا السؤال الابرز، لماذا العراق يودع امواله في البنك الفيدرالي؟ هذا السؤال الابرز، لماذا؟ لان البنك الفيدرالي يحافظ على الاموال العراقيه من الدول التي ممكن لها مديونيه على النظام السابق. استاذ عدي، النظام السابق كان سياسته خاطئه وكان هناك ينتهي سياسه عدائيه على كثير من الدول، فبالتالي ان انسحب العراق او سحب امواله من البنك الفيدرالي، انا اقول لك لن يستطيع ان يصدر برميل واحد، لان هذه الدول سوف ترفع عليه قضايا، ونتحدث عن نادي باريس وكثير من هذه الموضوعات التي سوف تقيد العراق، ولن يستطيع العراق بيع برميل.